Muhterem Müslümanlar, saflarımızı düzgün tutalım, hizaya dikkat edelim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Farz-ı hazel cümmet. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِن۪ينَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ لَا تَخَافُونَ. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللَّهُ أَكْبَرُ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام.
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cemaat ilk cuma namazını kıldı. Gerçekten çok tarihi anlara tanıklık ediyoruz bu noktada. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz dakikalarda kılıç geleneğiyle cuma hutbesini okudu ve cuma namazını kıldırdı. Şu an namazı kılan cemaat yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Yine son dualar okunuyor şu an.